نظام اسمه إيدار يقيس الانبعاثات اللي صادرة من المركبات وهي أثناء سيرها. فالمشروع واحد من أهم المشاريع اللي في هيئة البيئة المتعلق بالإدارة المتكاملة لجودة الهواء في إمارة أبو ظبي. طبعاً نحن عملنا دراسات سابقة بخصوص الجرد الانبعاثات من مصادر مختلفة ومن ضمنها المركبات، فوجدنا أن من أكبر الانبعاثات أو مصادر التلوث في جودة الهواء اللي هو الانبعاثات الصادرة من المركبات. طبعاً المشروع ابتدى في سبتمبر 2022 وبينتهي في سبتمبر 2023.